Diwan FM 91.2. سير اذا نحكي معكم شوي. هذه مؤامره اخرى من مؤامرات وزير الشؤون الدينيه اللي هو قاعد يغرس الفتنه في البلاد. ونقول باذن الله ما ثم كان الخير، والحمد لله ثم ثقه كبيره في كل مؤسسات الدوله، وان شاء الله ما يقعش الظلم، وباذن الله امورنا لاباس، وان شاء الله بطيخ وامثاله ما عندهمش مكان في دولة ما بعد الثورة. هذوما ناس يحنوا الممارسات القمعية الاستبدادية اللي قبل الثورة. بإذن الله ما ينجحوا في المؤامرات نتاعهم، حسبنا الله ونعم الوكيل. أنا توا باش نمشي نحكي معاهم.